79,000 جنيه فاتورة الكهرباء إن شاء الله. إيه الفرح العمدة اللي أنت عاملينها؟ إيه ده؟ أنت مش جاي نوم في إيه؟ يعني مش جايلك نوم؟ ما تدخلي تنامي في أوضتك بقى. لا أنا هنام هنا أصلا. يعني إيه تنامي هنا ليه؟ أه والله مش بعد اللي أنت حكيتهولي ده كله، اليوم كله رعب وبعدين أنام في أوضتي عادي يعني. يعني هو العفريت ما بيجيش الصالة عشان من ورا النور، ومن الحمام بنجري من الحمام بسرعة على الأوضة عشان خاطر مش هيلحقنا. بنجري بسرعة عشان هيلحقنا العفريت. أحكي لك حدودة؟ اسمعي. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974 بدأت تحصل جرائم غريبة جدا. بنات سن حضرتك كده وأكبر شوية، شعرهم غامق، في فرق في النص في شعرهم، أوكي أنا بقولك، بس بيختفوا اختفاءات غريبة جدا جدا، وبعدين بيختفوا مش لاقينهم خالص أهليهم، عدد كبير مش قليل يعني. بعدين بدأوا يلاقوا جثث، يلاقوا أشلاء، جثث متقطعة خالص متبهدلة كأن الدب كلها بهدلها، مش أكل ولكن متمزعة يعني. في الفترة دي اختفت 30 بنت. 30؟ 30 بنت. وفي الآخر مسكوا الشخص اللي كان بيعمل كده. نرجع بقى فلاش باك زي السينما كده ورا، عارفة الشاشة تبقى عاملة كده رجعين. في طفل صغير اتولد اسمه تيد باندي. الولد ده لما اتولد كانت أمه مراهقة وما كانتش مسؤولة خالص، فخلفته وهي صغيرة جدا، ولأن ده عار عند الجيران وشكله ما يبقى وحش، البنت دي سابت ابنها خالص. ومين اللي رباه؟ جده وجدته. وعشان الولد لما يكبر ما يبقاش فيه تساؤلات، وانا ماما فين بابا فين الفيلم ده، خاصة ان هو ما حدش عارف ابوه مين اصلا، فيلم تاني يعني. فالجد والجدة قالوا انه ده ابننا وتربى على انه بابا ماما، وان امه هي خالته. كل حاجة متلخبطة تماما. كبر في السن، وهو في سن المراهقة كبر شوية كده بدأ يعرف الحقيقة. يقال انه اكتشفها في سجلات، يعني عرف من السجلات اللي هي بتاعت البلد يعني، ويقال ان حد قال له. لما عرف ده جات له صدمة عصبية جامدة جدا. الولد ده اتشوه، وشه حلو قوي، وسيم، انسان هانسم جدا يعني، بالبنات بتحب تتفرج عليه قوي. وبعدين لما كبر شوية بدأ يجيله جنون القتل، بدأ يدور على نمط معين من البنات وبدأ يقتلهم بانتظام، قتل واغتصاب. وكان عنده إمكانية إن هو يعمل ده مع حد ميت كمان، يعني يقتل ويرجع تاني يوم ويكمل جريمته بشكل غريب قوي. تيد باندي اتقبض عليه بطريقة عجيبة. في كذا حد قال إنه في بنت هنا دخلت عربية لونها أورنج، دايما كان في كده إحساس العربية دي بتاعت مين، لغاية ما في يوم واحد شرطي راح واقف موقف العربية، رخصك فين؟ ما فيش رخص. بص جوه لقى حبل، فقال له الحبل ده بتاع ايه؟ اتلجلج في الكلام، خدوا على الاسم، وهم بيعملوا معاه انتروجيشن بقى وبتاع استجوابات، اكتشفوا ان ده تيد باندي هو ده القاتل بتاع القتل ده كله. القصة ما انتهتش هنا، مسك العربية. القصة ما انتهتش هنا، القصة ابتدت هنا. لان هو لما دخل محكمة اكتشفوا ان هم قدام كاركتر نارسيسستيك بيرسوناليتي وسايكوباث، يعني سايكوباتي جدا، ما بيحسش، جلده تخين جدا في القتل او الاغتصاب، وكمان هو نارسيستيك قوي يعني حاسس بنفسه، لدرجه انه طرد المحامي بتاعه وقال له انا مش محتاج محامي خالص وانا هذاكر قانون. وبدا في الزنزانه بتاعته يذاكر قانون، وعاش 10 سنين بيحضر المحكمه لوحده ويترافع لوحده، لدرجه ان في واحده معجبه حبته جوه المحكمه، بيحضروا البنات هيموتوا عليه خالص كانه يعني تامر حسني هيموتوا عليه، اوكي. وبعدين فجاه اتجوزها وبقت تزور في الزنزانه جوه السجن، وخلف بنت، والبنت دي بقى عندها 10 سنين، وعمل لها عيد ميلاد ومتصوره معاها. تخيل البنت دي فين دلوقتي، انت متخيله؟ بعد 10 سنين اثبتوا التهم عليه. شوفي كل الصعوبه ان هم يثبتوا، لان كل ما يجي يقولوا له خلاص احنا هنعدم او خلاص التهم، يقول لهم نسيت في بنت كنت دفنتها في الجبل الفلاني، فيكتشفوا جريمه اكبر. تيد باندي عايز يقعد اكتر. تيد باندي اتهم ب 36 جريمه قتل، وتم اعدامه في الاخر بالكرسي الكهربائي. والشعب الامريكي عمل فرح رهيب لما حصل الموضوع ده. طبعا تيد باندي من اليوم ده بقى اسطوره. اي بنت صغيره 17 كده شعرها غامق عامله فرق في النص بتسمع اسمه خلاص اطمنت، لانه مات، ما هو مات خلاص، فاحنا تمام. فانا بحكي الحكايه عشان نطمن ونهدى وتوته توته فرغه الحدوته وندخل ننام ايه في ايه مفيش حاجه مالك؟ انت وشك اصلا بيخوف. مفيش حاجه والله، انت بتعمل فيا كده يوم الصبح. تيد باندي مات خلاص. انا تعبت. ما تقلقيش هندخل ننام. مش هنام، انا هنام هنا خلاص. هتنامي هنا بالمنظر هنام ده؟ هنا خلاص.
هي هي ايه كل ده؟ بتهزري؟ حطي بالراحه. ده ايه كل ده؟ لقيت ديسكاونت فظيع فقلت اجيب كله بقى بالجمله. طب وهنوديهم فين دول؟ مش بفكر، يا اما نفضي شويه من المكتبه يا اما تجيب لنا بقى مكتبه جديده. الله، والنضاره دي بتاعتي على فكره. كانت بتاعتك، خلاص محتاجاها، جبت كتب كتير قوي. شكرا انت حببتيني في القرايه. شكرا انك انت طلعتي قد وعدك. قد الكلام. ها قد الكلام.